السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا بكم، واتشرف بكم باول قناة عراقية لتعلم العود والغناء العربي على اصوله، واتشرف بكم. اليوم عندنا اغنية يا طيب القلب وينك للفنان الكبير عبد المجيد عبد الله، وهي من سلم الكرد، ومثل ما راح نلاحظها بالنوطة. بس قبل ما نلاحظها بالنوطة ونشوف النوطة، أحب أن أنوه على الدورات الموسيقية الموجودة، هي خاصة بالعود والغناء أيضا، وهي 8 محاضرات. تقدر تتصل على رقم الواتساب الموجود أسفل الفيديو، وهذا الواتساب موجود هو خاص بي للاستفسار حول قيمة الاشتراك الشهري اللي هي 8 محاضرات وبسعر بسيط إن شاء الله. إضافة إلى ذلك أحب أنه أعطي تفصيل بسيط قبل ما نبدأ بالأغنية، هو أنه بالعود أو في آلة العود تتناول منهاج حسب إمكانيتك وحسب قوتك بالعزف، يعني ممكن مبتدئ أبدوية بالمبتدئ، ممكن متوسط، ممكن متقدم البوزيشنات. طبعا بالغناء ايضا بدايته تعلم قراءة النوطة، بدايته يميز لازم بين القرار والجواب، ضروري جدا، لان في ناس اصواتها جميلة جدا حلوة لكن ما يميز بين القرار والجواب، لذلك في تفاصيل كثيرة. لاحظ امامكم هذه النوطة اللي هي يا طيب القلب وينك، نلاحظ المفتاح الموسيقي في البداية، ثم الدليل سي بيمول مي بيمول، ثم الميزان الموسيقي 4/4. طبعا هذه كل التفاصيل شرحتها سابقا في الفيديوهات. البيمولات تعني يعني الدليل للسلم، يعني من تشوف الدليل هذا انه والدرجة طبعا يبدأ من الري، يكون عندك انه سلم الكرد، ومن ثم تبدا بالميزان الموسيقي اللي هو الفوق او في الاعلى، الرقم الاعلى هو العدد والرقم الاسفل هو النوعيه الموجوده في البار، ثم تاتي لك الاس اللي هي السكته، وهي تضيف جماليه طبعا للعمل الموسيقي. ونلاحظ انه مقسم السطر الاول وبقيه الاسطر مقسم الى حقول، هذا يطلق عليه البار أو المازورة، يعني الجملة المحصورة تكون بين خطين. نقراها بطيء تعليمي لكم. ري فا لا لا صل صل فا فا مي مي ري ري لا فا مي ري ري فا لا لا صل صل فا فا مي مي ري دو صل مي ري دو دو مي صل صل فا فا S sol 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 fa fa mi re fa mi re re S. هذه قراءته، ممكن تعيدوها اكثر من مره للحفظ. عزفها راح يكون لكن أنا حبيت أن أعلمكم جزء جزء من كل أغنية حتى تقدرون تحفظوها، فيصير عندك أخواني. أتمنى منكم الاشتراك في القناة إذا أعجبتكم طبعا، ولايك، وأيضا
لا تنسون الدورات الموسيقية، وأنا حاضر أي سؤال. بالنسبة للسؤال ممكن تضعون السؤال تحت الفيديو، أما الاشتراك يكون اتصال بالواتساب، وأنا حاضر لأي شيء. وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.